السلام عليكم، كي دايروا خوتي خواتاتي من المغاربه داخل رمضان. اليوم ديما نهضر مع خوتي، اليوم خرج الشارع دابا نجلس القهوه ونقص مع شبابنا. صورت شحال دخلوا شحال هادي شحال بكا حدا لطيف مسيرة. جينا درنا هاد الفلوق هذا باش نهضر مع خوتي شحال هادي ما دارت الفلوقات. وصراحه عرفتي علاش كنت خوتي علاش غابر هاد الايامات، علاش قطعت الكارو. ومازال دابا حاليا كيأثر عليا وما بغيتش نبقى نخدم فلوقات بزاف، فهمتيني اخوت. بغيت نحيد عليا ديك الزبل باش نرجع صحتنا ان شاء الله، ونرجعوا للحياه ديالنا الشخصيه ونقيا في الذات ديالنا. دعوا معنا ان شاء الله بالشفاء وشافي الامه محمد رسول الله، يشافي جميع بنادم. انا صراحه بغيت نقطع البليه ديالي، وديك البليه هي اللي دابا ندابز معاها الكارو. عاش انا غبرت هاد الايامات كاملين اخوت، باش تقولوش هذا رضوان لا غبار هكا ولا هادي ولا هادي. صراحه كنت مريض، كان شادني مزويد ضربني قرون العصابي، كنت مريض سيمانه وانا طايح ما كناكل ما نشرب. الحمد لله واحد السيده هي مشات عندها غير كفوي عندها، مشات عندها هنا في مدينه العيون الحمد لله ربي. وهي وصراحه كنت معافين اخوت، هادشي اللي كاين. وزيد الكارو، الكارو خصني نبعد منه صراحة. هادي وهادي باش هي هادي ان شاء الله، والمسير ديالنا ان شاء الله يكون قدام ان شاء الله بقية. الله يسهل على الجميع صراحة. خوت اللي سمحوا لي هادوك اللي كنخش عندهم سمحوا لي بزاف بزاف، هانتوما عارفين خوكم رضوان هادي كيغبر غبرة وحدة. ايوا كي دارتوما كي دوزتو صحتكم كلشي بخير، كي داير العائلة ديالكم لا فامي، كي داير خوتي الناس فرنسا الناس الجزائر الناس من طنجة حتى الكويرة، تبارك الله عليكم صراحه. كاين شي ناس كيسولوا، الله يسهل عليكم والله يوفق لكم في المسير ديالكم ان شاء الله. اليوم هذا الفلوق هذا صراحه جالس فانا دابا جالس هنا في هذا الموقع هذا شارع مكه، شارع مكه خوتي جالس. هذه هي شارع مكه حدا وطن المسيره. جو ما بيش جو ما بيش. الجو كان اليوم في الصباح مغيم وما زال حاليا الجو ان شاء الله يكون زوين ان شاء الله، وان شاء الله نوريكم ان شاء الله شي حاجه زوين ان شاء الله. وما درت معكم هذا الفلوغ هذا يكون فيه ان شاء الله فيه شي بعض الدقائق باش ندعي مع خوتي. الله يسهل عليكم كاملين. الله يسهل على اختي اللي كاينه في فرنسا والناس ديال طنجه حتى الكويره. الله يسهل عليكم كاملين. الله يفتح عليكم الدنيا واخره. اللي يتمنى شي واحد شي حاجه بقلبه ان شاء الله ربي يسهلها عليه ويسهل الأمة محمد رسول الله. والله يسهل علينا وعليكم، هانتوما عارفين اخوت ان شاء الله التنصحه اخوت. مازال ان شاء الله الاثار ديال الكارو مازال كيأثر عليا، ومازال كن باش والله العظيم باش كنصابر معاه. ها كنشري اخوتي ها كنديوها القرنفل كنشموه، القرنفل كنشموه، ها هو القرنفل. شو القرنفل هذا؟ هو القرنفل ديرو في واحد التويشيه كنشمو الحاجة، هذا هو كيكرمينا شويش، فهمتينا خوت. هانتوما عارفين خوت، الله يسهل عليكم، الله يطول لي في عمركم، إن شاء الله نوريكم إن شاء الله الجديد إن شاء الله، الله يطول لي في عمركم، وبيس عليكم أخوت، الله يسهل على جميع أمة محمد، واللي يتمنى شي حاجة في قلبه إن شاء الله يلقاها لسيدي ربي، وإحنا معاكم إن شاء الله، إن شاء الله الكريم إن شاء الله، ونوريكم إن شاء الله شي حاجة زوينة، وبيس عليكم، وعاونونا بليلاك ليلاك أخوت. كنحبكم بزاف وديديكاس ليكم. يلا بيس عليكم ان شاء الله. انتم شفتوا رضوان طنجه ورضوان فلوق، احنا دابا غنقولكم شنو كاين. ودعوا معنا وقفوا معنا بالدعوات ديالكم. يلا بيس عليكم اخوتكم، كنبغيكم كنغاليين. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.